السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوجل في جزء منها اسمه ديب مايند، ده خاص بتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. فجينا النهاردة بجيميناي، هو كان بيتكلم عنه بقاله فترة، فقال لك إن دوت نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي عامل زي شات جي بي تي، تقدر إن أنت تتحاور معاه. هيبدأ بقى يكلمنا عنه، الإمكانيات بتاعته. بيقولك ان هو متطور جدا عن بقيه النماذج الذكاء الاصطناعي، ده الاصدار الاول، لكن هو امكانياته جباره. بيقولك ان هو كويس في التكست جنرال وفي الماس وفي الكود، دي الدرجات اللي حققها، تمام، مقارنه بشات جي بي تي 4 اللي هو يعتبر اعلى حاجه اللي هو تبع اوبن اي اي. فبتلاقي ان اغلب النقط هو بيتفوق عليها، لكن ما نقدرش ناخد الكلام ده كلام موثوق لانه صادر من جوجل ديب مايند. مهما كان، انت ممكن اثناء التجربه تحط بعض العوامل اللي تخليها في صالحك، لكن محتاجين ان احنا نجربه على اساس ان احنا نحكم احنا بنفسنا. هو حتى بيتكلم ان تعامله مع الصور ومع الفيديوهات ومع الاوديو اكتر بكتير. طبعا الابحاث الديب مايند عاملها في الاجزاء ديت بقالها سنين، تمام، مش النهارده، لا بقالها سنين، ازاي ان هو يعمل حاجه تتعامل مع الصور والصوت والفيديو كله في نفس الوقت، بحيث ان انت تديله معلومه يعمل لك منها صور، يعمل لك فيديو، يعمل لك صوت، وكل حاجه تتخيلها ولا تتخيلها، تمام. الابحاث دي بقالها كتير، انا قالها من زمان، بس لسه ما حطيناش موقع تجربه. يعني كنا بنقرا الابحاث، مش زي شات جي بي تي جربناه بايدينا فاخدنا بالنا، تمام. هو بيوريك امثله للحاجات اللي انت ممكن تعملها. بص، انت بس ترسم كام خط كده وبقى الذكاء الاصطناعي يبدا ان هو يحولها لك لتحفه فنيه. ده عملها له 3D كمان. انا بيخليه يلعب لعبة تخمين، ان انت تديله بعض الحيوانات او بعض الحاجات المميزة وهو يحاول يتخيل دي انهي دولة. بيلعب بقى معايا بقى اللي هي الثلاث ورقات بقى، الحاجة موجودة فين، اهي التخمينات. هما عاملين فيديو دعاية ظريف يعني. هو بيقولك ان هو هيكون في جوجل بارد، يعني المفروض بعد كده لما نستعمل جوجل بارد اوتوماتيك هو يجيب لنا تطورات بتحصل كتيرة. اهو كتب لك اهو في جيميناي الترا، هيجيب صورة اهو، تمام. فا واحنا بنستخدم جوجل بارد المفروض ان انت تلاقي الاداء اتحسن بكتير. بس هو حتى الان في الانجليزي بس، لسه بقى في بقيه اللغات هنشوف التطورات اللي موجوده. طيب جوجل برضه عموما بتلاقي هنا فيو اذر درافت، بتلاقي فيه اكتر من اجابه، ممكن تخليه يقول لك الاجابه، ممكن ترفع له ملف صوره ويوصفها لك، ممكن تسجل له بدل ما تقعد تكتب بايديك. اتمنى يكون في تطور في الابحاث ان شاء الله.